الحقيقة لما بنحط النيوكلياي اللي هي بتبريزنت النيوكليا ماجنتيك ريزونانس اللي هي اللي كنا اتكلمنا عليها ان فيها بتبقى المودل بتاعها كانها بار ماجنت، لما بنحطها في ماجنتيك فيلد اوكي بيبتدي يبقى لها حركة مختلفة شوية وحركة غير حركة الروتيشن او السبيننج العادية، بنسميها بريسيشن. اوكي يعني بنتكلم مثلا على لما يكون عندنا بي زيرو بتاعنا اوف بتبقى هي بتدور حوالين الاكسس بتاعها وخلاص، لما يكون البي زيرو اون هي بتلف حوالين الاكسس بتاعها بس بتعمل حركة تانية، بتعمل وابلينج كده اوكي حوالين الـ يعني الاكسس في النص كده، بيبقى حركة مختلفة شوية عن الحركة بتاعت ايه بتاعت الروتيشن بتاعتها. الميزة بتاعت الحركة اللي هي اللي بره خالص اللي احنا شايفينها دي اللي هي حركة البريسيشن دي، ان احنا لو حطينا كويل في الاتجاه اللي هو هنا ده هيقيس لنا فاريشنز تطلع شكلها ساينوسويدال اوكي، ويطلع شكلها بالفريكونسي بتاعت البريسيشن دي، نقدر ان احنا نقيسها ونقدر ان احنا في الاخر نطلع منها معلومة تقول لنا اللي مقدار الماجنتايزيشن اللي بيعمل البريسيشن ده قد ايه بالظبط.